قبل ما نسمع الأغنية نلتقي الآن مع الفنان محمد حمزة. مستمعينا الكرام، ونحن في ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يسعدنا أن يكون معنا الشاعر الكبير الأستاذ محمد حمزة. أستاذ محمد، منورنا على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا بكم وكل المستمعين. أستاذ محمد، يعني عاش اللي قال، كتبتها إزاي، وكان التعاون بينك وبين عبد الحليم حافظ كيف كان هذا التعاون؟ لا، ما تعاون، خلاص احنا كنا حفظنا بعدنا بقى، كنا ايامها تقريبا كنا مخلصين يجي بتاع 11 12 غنوة يعني. فهو كان 6 اكتوبر 8 اكتوبر ها لقيت عبد الحليم بيكلمني، ها بيقول لي انت ما عملتش حاجة ل 6 اكتوبر؟ قلت له ده لسه 6 اكتوبر اول امبارح يعني، بس انا بشتغل، انا ما كنتش لسه كذبت عليه يعني، بس انا بكتب دلوقتي حاجة وبتاع. قال لي طب تجي لي بالليل، ورحت بالليل، وبعد ما قفل عبد الحليم التليفون، فكان كاتب الكبير حسنين هيكل هو اللي اداني الفكره بطريقه غير مباشره، كان كاتب المقال بتاعه اللي بيكتبه، فقال يعني من اهم نجاح نصر اكتوبر او الخبطه الضربه الاولى والبتاع والحاجات دي كلها اختيار التوقيت المناسب بحكمه. الله، قلت الله، طب ما الموضوع هو معايا اهو، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. ها، ورحت لعب حليم بالليل، كانت الساعة تقريبا 11، فرحنا نزلنا أنا وهو، رحنا على بيت بليغ قريب منه برضو يعني، ما يعني ده في المهندسين وده في، فرحنا هناك بليغ خلص الغنوة في ساعة بس، احنا قعدنا سهرانين فرحانين ان احنا عملنا عمل كويس لغاية الساعة 5 الصبح رغم الغنوة خلصت. ها، وكان يعني توقيت ما يعني ظريف يعني، على اساس ان ايه، ان بعد النصر اكتوبر بثلاث ايام تزاع عاش اللي قال. يعني انا حتى ما توقفتش بعد كده بعد عاش اللي قال. ها، فكان في حفلة في جامعة القاهرة، فطلب وزير الشباب اللي في ذلك الوقت ان احنا نعمل غنوة للشباب وبتاع، فعب حليم غناها برضو اللي هي اطلب يا شباب من مصر للشباب ترد عليك تقول لك كل شيء مجاب، مصر العبور عداله ما تعرفش استحاله الى اخر بتاعنا، وتاني غنوه نسجلها بعد النصر يعني. الشاعر الكبير الاستاذ محمد حمزه، انت كنت منورنا على موجات اذاعه صوت العرب، شكرا جزيلا. الف الف شكر ليك.